حقوق زوجتي على زوجها، كما أن للزوج عليها حقوق فكذلك لها عليه حقوق، والله جل وعلا يقول: ولهن مثل الذي علينا بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال عز من قائل: وعاشروهن بالمعروف. وقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لقد كرم الإسلام المرأة وحث على حسن معاشرتها، بل ورغب في ذلك لما فيه من صيانة لحق المرأة. وقد قيل قديما في حسن معاشرة المرأة: إذا اتخذت امرأة فكن لها أبا وأما وأخا، لأن التي تترك أباها وأمها وإخوتها وتتبعك فمن الحق أن ترى فيك رأفة الأب وحنو الأم ورفق الأخ. فإذا عملت بتلك النصائح تكن نعم الزوج. وعندما خطب علي فاطمة رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: هي لك على أن تحسن صحبتها. ومن حسن معاشرة الزوجة القيام بحقوقها كاملة من نفقة ومسكن وملبس ومبيت وجميع ما تحتاجه المرأة. لا يأخذ الرجل الكبر عن القيام مع زوجته في شؤون المنزل، لأن ذلك من حسن المعاشرة أيضا. وقدوتنا في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يكون في منهة أهله، يعني يساعدهم في منزله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. والمراد هنا أنه كان يخدم نفسه فيرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب شاته. فإذا كان حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم مع أهله هكذا، أفلا نكون مثله ونبتعد عن الكبر؟